الرزق ليس مقصورا على باب من أبواب ولا على محل واحد، بل الرزق لا ينغلق بابه أبدا، فأبوابه كثيرة، وفضل الله عز وجل واسع، وجوده سبحانه وتعالى عظيم، خصوصا لمن ترك شيئا لوجهه، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. هناد بن السري ووكيع في كتابيهما الزهد أدرجوا آثار كثيرة تدل على ذلك، وهي مأخوذة من آية من قول الله عز وجل في أواخر سورة الأنفال في قوله سبحانه: إن يعلم الله ما في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إذا كان الذي تفعله عبادة وطاعة فالله سيؤتيك خير مما أخذ منك، هذه سنة لله. قد يبتليك، قد يضيق عليك حتى يقع الامتحان، لكن النهاية لا فرج، فسوف يغنيكم الله من فضله. هذه الآية أنا أفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت سيفي، وجعل الصغار على من خالف أمري. أفهم هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بعد أن نزلت عليه هذه الآية. أمة محمد رزقها وغناها، وهذا الذي جرى في التاريخ، اصبروا التاريخ وافحصوه تجدوا حقيقة ناصعة واضحة أن عز المسلمين وغناهم وكثرة ما دخل على ديارهم من الأموال إنما كان بسبب الجهاد في سبيل الله. جعل رزقي تحت سيفي،